بنشوف النهارده الروح وبنشوف القتال. 11 نقطة، خدنا 3 نقاط، فاضل لنا 8 نقاط إن شاء الله بإذن الله ونحسم بطولة الدوري. مبروك يا ياسر ومبروك يا مروان، حابب تقول إيه؟ حبيبي الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا بشكر اللعيبة كلها وببارك لهم وببارك على الروح اللي بنلعب بيها كل ماتش دي، بناخد كل ماتش بماتش الحمد لله، دي أهم حاجة. بنعدي الماتش خلاص ما بنفرحش، بنقفله بنفكر في اللي بعديه على طول. فطبعًا ببارك للعيبة والجهاز الفني والإداري والإدارة كلها، وبإذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ومحدش يأثر تاني في ماتش بماتش. زي ما بقول لك دلوقتي كل لعيب بينزل بيبقى همه على الفرقة، مش هم انه يطلع شكله كويس بس، فدي الروح اللي بتفرق معانا كلنا. تحفيزكم وحماسكم، يمكن الكل بيشجع مروان والكل بيشجع اللعيبه وبتشجعوا كلكم بعض، ده فارق مع النادي الاهلي وفارق مع شخصيه النادي الاهلي. هي دي الروح طبعا اللي بتبين وقت الشده لما بيبقى حد واقع انت بتبقى في ظهره على طول. هي ده، احنا كلنا مع بعض اخوات، بنشوف بعض وبنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهالينا واسرنا في البيت طبعا. فانا لو مش بحب زميلي في الملعب مش بالكلام، هي مش لو مش قلب عليه في الملعب طبعا مش هنكسب ولا ربنا يكرمنا. فدي الروح اللي فارقه معانا كلنا الفتره اللي فاتت ديت، وباذن الله مكملين عليها باذن الله. حبيبي الله يبارك. مستمرين معاك.